في البنوك الآن يستعملون ما يسمى بالضمان. إذا أردت أن تستورد سلعة فأنت تذهب إلى المصرف ليكتب لك ضمانا بناء على موجوداتك في البنك ونحو ذلك، فهذا الضمان نسخة منه تذهب إلى الجهة الموردة. هل هذا ضمان بجعل أو ليس ضمانا بجعل؟ هنا الإشكال كبير. في المجامع الفقهية ما زالت إلى الآن تقول إنه ضمان بجعل، لكن الضمان بجعل الذي عرفناه والذي ورد في الفقه وليس في الشرع وليس في النص، لا في كتاب ولا سنة، هو عبارة عن شخص يريد أن يتداين من شخص فيأتي إلى شخص ثالث ليضمنه. عادة هذا الشخص لا يملك نقودا. أما الضمان اليوم فهو خدمة في البنك، هذه الخدمة قد يطلبها شخص حسابه مليء بالدراهم والدنانير. فهل هذه الصورة وهذا الاسم ما زال يحمل محمولاته الشرعية أم أن الأمر تغير؟ الضمان بجعل لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة، لكن ذكر بعض العلماء كابن القطان الإجماع على تحريمه. إذا كان إجماعا فإنه سكوت، ذكر ذلك الحطاب وغيره، مع وجود قول لإسحاق بن راهويه يصرح بجوازه. ما هي العلة؟ أبو بكر الأبهري من المالكية يقول لأنه معروف، والمعروف لا يجوز أخذ أجرة عليه. طيب أين هي أجرة المؤذن؟ أجرة من يعلم القرآن الكريم عند الأئمة الثلاثة، والحنفية رجعوا إليها في النهاية قالوا نعم تجوز الآن. فليس كل معروف يمنع أخذ الأجرة عليه. ثم إنه إذا تعطلت المصالح فإن من شأن هذا التعليل أن يكون ضعيفا. المازري قال لأنه يمكن أن يكون سلفا شرا نفعا، أي أن الضامن قد يقضي وعندما ترد إليه المال فإنه قد يكون أخذ زيادة. نجد مسألة في هذا الباب وهي مسألة المتضامنين، لقد أطلت في هذه القضية شوية لأنها مهمة، الذين يتضامنون في اشتراء سلعة، هذا يجوز في مذهب مالك مع أن كل واحد منهم حصل على نفع، وقالوا هذه المسألة لا يحملها قياس لكنها كانت عملا للسلف. إذن أين الضمان الآن الذي أصبح خدمة تقوم بها البنوك ليست عملية معروف ولا ارتفاق ولكنها خدمة للمجتمع من الضمان بجعل في صورته التي ذكرها الفقهاء مع الاحتراز؟ أولا لا يوجد نص من كتاب وسنة، توجد تعليلات من الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا مثال على تحقيق المناط.